والله احنا نريد الحكومه اللي تمثلنا يعني تحقق طموحاتنا، لانه احنا شعب مضطهد يعني صار لنا 35 سنه كل شيء ما استفادينا، حقوقنا مهضومه. والله راينا راي كل الشعب العراقي اللي ينتظر اليوم هذا فارغ الصبر انتخاب مجلس الرئاسه ورئيس الجمهوريه حتى يسوون الاستقرار والامان للعراق، تظل حكومه وطنيه يحترمها الشعب العراقي جميعا.